الحاجات اللي بنسأل فيها دايما هي الفريضة المقدسة عن كسر الخبز وعشاء الرب. دايما كلنا بنسأل ايه غرض الفريضة دي، ايه غرض الوصية دي، ايه غرض الحاجة دي، الكتاب بيعلمنا ايه عنها. من المهم جدا ان نفهم انها اتت في ثلاث اناجيل، الحادثة التاريخية اللي الرب يسوع بنفسه قدم العشاء والفريضة دي لتلاميذه، وكانت قبل الصليب وقبل الحدث. فكان المهم مش بس الحدث، كان المهم مش بس الفريضة، لكن كان الأهم ان هم يشوفوا في الخبز والكأس دمه وجسده، حتى لو لم تحدث الحادثة لكن بالروح بشكل روحي. وعشان كده دايما كان يعلمهم، وفي يوحنا 6 كلمته العظيمة الشهيرة: كلام الذي أكلمكم به هو روح وحياة. بكل اختصار جدا، الحادثة دي جت كتاريخ اللي هي عشاء الرب في متى 26 ومرقس 14 ولوقا 22، وجيت كمان في تعليم الرسول بولس في كورنثوس الأولى 10 وكورنثوس الأولى 11، والأهم كورنثوس الأولى 11. لكن لما نشوف الحادثة دي في متى 26 بكل اختصار، الكتاب بيقول: وفيما هم يأكلون أخذ يسوع الخبز، هو المبادر وهو اللي في الوسط وهو مركز القعدة والجلسة، أخذ الخبز وبارك وكسر وأعطى التلاميذ. ولما أعطى التلاميذ قال لهم كده: خذوا كلوا، هذا هو جسدي. هما طبعا سمعوا كتير ان هو سيتألم ويموت وفي اليوم الثالث يقوم، لكن كانوا بيختبروا اختبار روحي عظيم جدا من خلال الفريضة دي، ان هما يروه، ان هما يشوفوه، ان هما يختبروه، ان هما يمجدوه ويعبدوه، ان هو يكون محور عبادتهم وسجودهم. اخذ الكأس وشكر واعطاهم قائلا: اشربوا منها كلكم، لان هذا هو دمي الذي للعهد الجديد الذي يسفك من أجل كثيرين لمغفرة الخطايا. بيريهم أيضا من خلال الكأس اللي هو شيء مادي قدامهم، بيريهم من هذا الشيء المادي بعد روحي، بعد أكبر من المادة، بعد أكبر من التاريخ، بعد أعمق وأكبر من الحدث والفريضة، لكن هم يروا المسيح زي ما كان بيتكلم في أمور كتيرة عن فرائض أخرى. عشان كده بيقول لهم في الآخر في عدد 29: بعد أخروي في كسر الخبز، إني من الآن لا أشرب من نتاج الكرم هذا إلى ذلك اليوم حين أشربه معكم جديدا في ملكوت أبي. والعظيم جدا إن هم خرجوا من الجلسة دي ومن العبادة ومن الاجتماع بي ومن الفريضة العظيمة دي، ثم سبحوا في عدد 30 وخرجوا إلى جبل الزيتون. إحنا هنسبحه، هنفضل طول عمرنا نسبحه، وكسر الخبز والتناول وعشاء الرب هيخلينا أكتر نسبحه، ويكون هو محل سجودنا وتسبيحنا وعبادتنا. والأهم إن هم خرجوا إلى جبل الزيتون، تستمر الشهادة، تستمر الإرسالية. بنشوف في كسر الخبز في الكتاب خاصة في كورنثوس الأولى 10 و 11 إنه في تذكار، فبنتذكر جسده ودمه، بنتذكر عمله، بنتذكر فدائه وصليبه وخلاصه وكفرته وعمله الكامل اللي لينا، اللي بسببه احنا بنحتمي في الدم، بسببه احنا بنحتمي في العمل، ولا شيء من اعمالنا، لكن كل شيء نؤمن به ونستلمه منه بالايمان. والحاجة التانية في اخبار تخبرون بموت الرب الى ان يجيء، فبهنخبر بموته سواء للملائكة وسواء للآخرين وللعالم أجمع، وهي إرساليتنا. البعد الثالث هو الشركة في كورنثوس الأولى 10-16، شركة جسد دم المسيح وشركة دم المسيح، كوميونيون. فربنا يساعدنا ان احنا ما يكونش الموضوع مجرد فريضة، ما يكونش الموضوع مجرد حدث، ما يكونش الموضوع مجرد يوم، لكن الموضوع نرى في المسيح بشكل روحي، نتعزى، نتهلل، نتحد معا، ننتظره حتى نتناول هذه الفريضة العظيمة معه في المجد في ملكوته القادم. والرب قريب، الرب آت عن قريب. أمين.